ازيكم؟ انا هكون معاكم النهارده في الفقره دي، هنتكلم عن موضوع مهم جدا بيشغل بال بنات كتير قوي. ايه هو الموضوع ده؟ موضوع الدوالي العنكبوتيه. يا ترى ايه هي الدوالي العنكبوتيه؟ ناس كتير بتسال عنها او بتقول ايه هي دي. مختلفه شويه عن الدوالي العميقه. نرجع بالراحه كده خالص، حد فيكم عارف دوالي الساقين اللي هي بتعمل تورم في الرجل وتعمل الم وتخلي الشخص مش عارف يتحرك؟ دي مش موضوعنا النهارده خالص، لان دي بيتعمل جراحه تتشال بيها الدوالي دي اللي بتكون مؤثره على حياه الشخص او على مشيه او على طريقه مشيه. انا جاي النهارده اتكلم حاجه اسمها الدوالي العنكبوتيه. ايه الدوالي العنكبوتيه دي؟ هي عباره عن الاورده اللي بتكون رفيعه جدا، موجوده عندي فين؟ موجوده عندي في رجلي، دي اشهر حاجه، تمام؟ وموجوده معايا فين تاني برضو؟ في اماكن تانيه انتوا مش واخدين بالكم منها. زي ايه؟ زي تحت عيني، زي اجناب الانف، وزي الخد، وزي اماكن حوالين الشف. يبقى موجوده في مش في الرجل بس، لا، في اكتر من مكان تاني. طيب الدوالي العنكبوتيه دي يا دكتور علاجها ايه؟ او بنعمل لها ايه؟ هل هي خطر على صحتي؟ الحقيقه لا، هي شكل تجميلي فقط، شكل تجميلي بيضايقني او بيكون مؤثر على شكلي لو هكون في البحر لابسه المايو، او عايزه البس فستان قصير، او عندي حفله، بتخلي شكل رجل مش لطيف، او بتضايق بعض البنات او السيدات ان شكل رجلهم بيكون مش لطيف. لو موجوده تحت العين بتعمل ليها مشاكل برضو. لو في وشي بضطر اغطيها بالميك اب او الكفرنج ميك اب. يبقى انا في الاخر عندي مشكله اسمها الدوالي العنكبوتيه. ليها حل عندنا؟ ليها حل. يا ترى ايه الحلول اللي عندكم موجوده؟ الحق لهذه الدوالي عشان اخفيها او اخليها تختفي، الحقن موجود عندي. وايه تاني جاي اتكلم عنه النهارده؟ الليزر. الفرق بينهم ايه؟ هنتكلم عنه مع بعض. وايه احسن فيهم، الليزر ولا الحقن؟ والليزر ايه المخاطر بتاعته؟ بيتعمل ازاي؟ هو ده اللي انا عايز اسمع اسئلتكم منه واعرف انتوا يهمكم تعرفوا عنه ايه. هل هترجع تاني ولا لا؟ حلو قوي، سؤال جميل جدا جدا. دايما السؤال ده بيتبادر لذهن اي مريض بيجي لي بالدوالي العنكبوتيه، يا ترى هترجع تاني ولا لا؟ طيب انا بجاوب اجابه لطيفه قوي، اللي جابها اولاني هيجيبها تاني. طب ممكن تقول لي يا دكتور باختصار اسبابها ايه او جت ليه؟ هقدر اقول لك انها بيكون جزء منها كبير عامل وراثي، ان عندك ضعف في جدار الاورده. الضعف ده بيؤدي انها تتمدد وبتبوظ، زي بالظبط كاني بشرح لك، عارفه الاستك؟ كانه باظ بالظبط، فما بيرجعش كما كان. يبقى هذه الاورده اللي فيها دوالي عنكبوتيه خلاص اصبحت ظاهره وبايظه. ده اول حاجه. تاني حاجه الوقوف الكتير، ده حاجه مهمه جدا. لو بقف كتير يا ريت وانا واقف احرك رجلي بالمنظر ده، او اغير مشيتي، او اقف على اطراف اصابعي، او العب رياضه اقوي عضلات رجلي. دي تالت حاجه واهم حاجه بقى، كاني بالظبط بعامل عضلات رجلي كانها ايه؟ حاجه اسمها القلب الخارجي. يعني ايه؟ يعني انا عندي القلب، ده جزء رئيسي من جسمي بيضخ الدم لكل الجسم. عضلات الساق مع المشي لو كانت قويه او عضلات غير ضعيفه بتساعد على عصر الدم ضد الجاذبيه، فتزق الدم لفوق تخفف الضغط عن الاورده الكبيره، وبالتالي عن الاورده الصغيره، وبالتالي عن الاورده العنكبوتيه، عشان ما يحصلهاش تمدد وتعمل اورده عنكبوتيه. فبالتالي ممارسه الرياضه، الاهتمام بعضلات الساقين، ده شيء مهم جدا عشان اتجنب ظهورها مره اخرى. ففي الاخر هي هتحصل، لو حصلت لازم اعالجها، مش هتروح لوحدها. علاجها بيتمحور حوالين الحقن او الليزر. طب هو الحقن انت ما بتشتغلوش ليه او ما بتشجعوش ليه؟ هو حاجه ظريفه وجميله بيخفيها، وله فيديوهات رائعه موجوده على النت بتشوفها الناس. ولكن الحقن يا جماعه علاج مؤقت. انا بحط فوم للحقن ده على مكان الدوالي كاني بسدها، 6 شهور، سنه، سنه ونص، الفوم ده بيدوب، فبيرجع الدوالي تملى تاني كما كان، وبالتالي يبقى انا عملت علاج مؤقت. الليزر مختلف هنا. الليزر بيعمل ايه؟ الليزر بيدمر الجدار بتاع الدوالي العنكبوتيه ويقفلها لك تماما، فتختفي تماما وتتدمر فتروح بلا رجعه. فكره هترجع تاني، اللي عملتها بالليزر مش هترجع تاني، انما ممكن يطلع غيرها تاني. يعني ايه لو ما حدش فاهم؟ يعني الساق يا جماعه او اي مكان في الجسم مليان اورده صغيره باعداد مهوله لا تتخيلوها، بالالاف والملايين. وبالتالي لو انا عندي دوالي عنكبوتيه في رجلي ممكن عندي كام واحده؟ 10، 20، 100، 150.
في غيرهم ما حصلش فيهم دوالي، لم يتمددوا لسه، فهذا تمددوا انا هخفيهم بالليزر. اللي لسه ما تمددوش او لسه مستحملين الضغط او الوقوف ممكن يطلع فيهم دوالي عنكبوتيه. طب انا مش عايزاها تطلع، انا عايز اعملها بالليزر يا دكتور واخفيها وما تطلعش تاني، اعمل ايه؟ زي ما قلت لك، في الوقوف ما اقفش كتير، في الاعاد احرك رجلي، العب رياضه، اقوي عضلات الساقين، كاني بالظبط بحرك الدوره الدمويه من رجلي عشان ما تبقاش مع الجاذبيه عامله ضغط على اورده الساق. الضغط ده الاورده بتفضيه على ايه؟ على الاورده العنكبوتيه البسيطه. يا ترى جاوبت على السؤال؟ وصل؟ نسال سؤال تاني ونقول دكتور، هل الدوالي اللي بتبقى تحت العين بستخدم معاها نفس الاجراءات اللي بتستخدم مع باقي الجسم؟ السؤال ده رائع جدا جدا. طيب احنا النهارده بنتكلم عن مكان معين، دوالي عنكبوتيه تحت العين او اورده خضراء بتكون موجوده تحت العينين. ساعات كتير بيكون ليها دور في انها بتعمل الهالات السوداء، وده سؤال بتساله كتير من البنات. انا عندي هالات سوداء، هل الدوالي اللي تحت العين الخضراء اللي عامله لي الشكل ده ممكن يكون ليها دور؟ ممكن يكون ليها دور من ناحيتين. الناحيه الاولى التمدد بتاع الدوالي مديه لون اخضر او لون احمر او لون ازرق تحت العين، عامله زي غمقان. الحاجه الثانيه الدوره الدمويه في المكان ده مش صحيه، وبالتالي بيتراكم الميتابولايتس. ومعنا صوره حلوه في الوقت ده بنوضح فيها قبل وبعد ازاي تحت العين نورت او ازاي تحت العين حصل فيها تغيير، ان كان عندي الدوالي تحت العين فتحت بعد ما عملتها بالليزر. ايه الاجراء اللي بتعمله؟ هو نفس الاجراء، تخيلي، هو انا بعمل بالليزر. حتى معانا فيديوهات بتوضح الليزر ده، هنذاعها في وسط الحلقه وجمهورنا يتفرج عليها ويشوف قد ايه الليزر سهل وامن. انا بس الفكره ان انا لازم بحمي العين، لان العين جزء مهم جدا. حمايه العين ده مهم قوي، بستعمل بيها حاجه اسمها اي شيلد او حاجه حمايه للعين من الرصاص، زي النضاره اللي بلبسها لما بعمل الليزر بتاعي. وبكده انا بعمل نفس الاجراء هو ولكن مع بعض الاحتياط لانها جنب العين، انما هو نفس الاجراء، مفيش فيه اي اختلاف. طيب يا دكتور، العلاج بالليزر بيبقى كام جلسه؟ سؤال جميل قوي. انا بتسال السؤال ده دايما لما باجي اقول لهم يلا نعمل الجلسه، ويكونوا متفرجين على الفيديوهات اللي انا عملتها او ان ازاي هي اختفت في نفس الجلسه. الحقيقه يا ريت لو معانا الفيديوهات الجميله نعرضها نشوف قد ايه في نفس الجلسه بتروح. طب هي جلسه واحده؟ لا، ما اقدرش اوعدك بكده. ليه؟ استجابه الدوالي اللي موجوده مختلفه، اعماقها تحت الجلد مختلفه، سمكها وقوتها مختلفه، اكيد مش كلهم زي بعض. وبالتالي انا باكد لك اكيد جزء كبير منهم زي الفيديو ما قدامنا بالظبط بيختفي او بيروح من اول جلسه، وفي جزء ممكن يتبقى. الجزء ده لو تبقى بتعمل فيه ايه؟ بعد شهر بنعمل جلسه تانيه بس بنعلي بيها طاقه الليزر عشان تستجيب ليها. يبقى انا عندي مجموعه دوالي كبيره قوي، اكيد كلهم احجام مختلفه، اعماق مختلفه، اشكال مختلفه، ومليانين كميه دم اكتر من بعض. طب انا لما بضرب بالليزر انا بوحد الطاقه، وانا بضرب برجل العيان كلها عشان خاطر اعمل ايه؟ اعمل حاجه اسمها توحيد للضربه اللي ضربتها، واسجلها عندي ابقى عارف انا اشتغلت بكام المره دي. وبقول له ان شاء الله بيروح منهم 40 60 80% من هذه الدوالي. لو اتبقى منهم اي جزء انا بقول لك ان احنا كده يبقى محتاج طاقه اكبر، بنعمل جلسه ثانيه. طب عدد الجلسات قد ايه؟ ممكن من جلسه واحده لغايه 6 جلسات. ما بين الجلسه والجلسه بسيب شهر عشان الجلد يحصل ايه؟ يرجع ويلم تاني ويلتئم ويبقى كويس. يبقى انا بكلم العيان وانا بشرح له بقول له ايه؟ بقول له انا عندي من جلسه واحده ماكسيمم ان شاء الله بيكون 4 أو 6 جلسات، بين الجلسه والجلسه انا بسيب شهر. والحقيقه النتائج بتكون حسب الاستجابه، يعني اول جلسه لو كانت استجابتك فيها 60 70 80% ممكن جدا تكتفي فيها وتقول الحمد لله خلاص راحت تمام، وابدا بقى الاجراءات اني احافظ على رجلي واقوي عضلات الساق والعب رياضه واتحرك عشان ما ترجعش في اماكن تانية زي ما شرحنا واتفقنا. طيب لو راح 30 40 50% من اللي موجود، وعايز اكمل واخلي رجلي كلير، عايز اكمل وجناب انف عايز اخليها ما فيهاش خالص، الخد عندي فيه دوالع عايز اخفيها تماما، مفيش اي مشكله خالص، نعمل جلسه ثانيه. معانا الصوره دي حلوه قوي وانا بحبها جدا جدا. الصوره دي قبل وبعد بتوضح قد ايه ان مش 100% من الدوالي راحت. لو خدتوا بالكم ولاحظتوا معايا مش 100% منهم راحوا. ده اللي انا بقوله بقى، ان انا ضيعت منها تقريبا 80% 90%.
المجموعة اللي باقية دي هقول لها ايه؟ تعالي الشهر الجاي نعملها لو عايزة 100% اختفاء، او الشهر اللي بعد، او لو انت مكتفية بكده وراضية بكده والشكل مريح بالنسبة لك، خلاص احنا عملنا كده انجاز جميل جدا. هنبقى محتاجين نقابل حضرتك مرة كل 6 شهور، مرة كل سنة، نطمن ان ما حصلش المشكلة تاني، او انك ماشية على نظام اللي احنا ماشيين عليه. ما هي اسباب الدوار العنكبوتية؟ الاسباب زي ما احنا قلناها في اول الحلقة، في سبب وراثي، ان في ضعف في الاوردة، الوقوف الكتير، يعني حتى يمكن بنشوفها اكتر ساعات كتير في عساكر المرور. طبعا ربنا يوفقهم ويحميهم لينا، واقفين بينظموا المرور طول اليوم، فطبعا على الوقفة دي هو واقف ثابت مكانه بينظم العربيات وياخد باله من كل حاجة، تيجي عنده دوالي عميقة ودوالي عنكبوتية كمان. الوقفة الكتير مع عدم الحركة، مع عدم تغيير البوزيشن بتاعي، القعاد على الكرسي طول اليوم وانا قاعد على المكتب بتاعي بشتغل على اللابتوب او على الكمبيوتر، او قاعد بشتغل رد على الناس، او قاعد في اعمال مكتبية، من فضلك كل ساعة كل ساعتين ياريت تقوم تحرر رجليك، تقوم تعمل تمرينات ثاني ومد، تقف على اطراف صوابعك. ومن احلى التمرينات لتقويه عضلات الساق دايما بنقولها لكل مرضانا، بنقول لهم ايه؟ الوقوف على اطراف الاصابع بالشكل ده، او طلوع ونزول السلم، دي بتقوي عضلات الساق، زائد طبعا المشي والحركه، اني احسن شكل عضلات ساقي عشان اقدر احافظ. انا بعمل ده عشان ايه؟ الوقايه، اللي هي خير من العلاج، اقي نفسي من اني يجيلي تاني نفس المشكله. فانا بعمل ده علشان ايه؟ علشان تكون في وقايه خير ألف مرة من العلاج. ظهرت لا قدر الله عندي وضايقتني، هعمل إيه؟ هروح أخفيها بالليزر وأقضي عليها. ولكن أنا النصايح دي بقولها علشان بعد ما تطلع، أو لو طلعت وخفيناها بالليزر أو قابلنا عليها بالليزر، يا ريت ما ترجعش تاني، عشان نكون مرتاحين ويكون شكلنا جميل ونحافظ عليه. وطبعا زي ما قلنا تاني، هي مشكلة مش صحية، مش مضرة قوي، هي مشكلة تجميلية. دايما بحب أقول هي مشكلة تجميلية، علشان البنات عايزين يلبسوا فستان قصير، تخرج وهي مرتاحه، شكل رجلها يبقى حلو، لو كانت في الوش بتكون مضايقه لانها بتعمل احمرار في الوش، او تعمل زي توهج في الوش ساعات، لو كانت تحت العين زي سؤالك الجميل، ممكن بتعمل لي نوع معين من اللون او الضله الخضر تحت العين، او ساعات تبوظ الدوره الدمويه فتعمل لي هالات سوداء. دخلنا في قصه الهالات السوداء اللي هو معالجها مش بس حقن فيلر، او مش علاجها بس ان انا اعمل تقشير او تفتيح للمنطقه، لا، ده ممكن يكون سبب الهالات السوداء او جزء كبير من سببها هو ايه؟ الدوالي العنكبوتيه الخضراء اللي موجوده عندي تحت العين، مجرد ما اعملها بالليزر الاقي عيني نورت، يبقى القصه اتحلت خالص بمنتهى السهوله. خلصنا اسئلتنا، عايزين بقى نتكلم في حته حلوه قوي، كان في سؤال اثرها، والحقيقه انا حاسس ان انا عايز اشرحه باستفاضه اكتر. السؤال بتاعك الجميل بتاع الدوالي العنكبوتيه تحت العين، طيب انا بعملها بالليزر، او انا بخفيها بالليزر، او ممكن تكون هي سبب في ظهور الهالات. طيب تعالوا مع بعض نشرح مع بعض هالات سودة تحت العين، دي مشكله بتؤرق كل الناس. طيب انت اتكلمت عن نقطه مهمه قوي، ان ممكن تكون الدوالي العنكبوتيه الخضراء اللي تحت العين اللي مبوظه الدوره الدمويه تحت العين تكون سبب في ظهور هذه الهالات السوداء. ايه تاني يا دكتور؟ السهر، قلة النوم، ساعات نقص الحديد، ساعات لو في مشاكل هرمونية عندي. فاللي بتيجي تشتكي من دوالي عنكبوتية أو هالات سودة تحت العين بيبقى الشكوى واحدة أو كأنها قريبة، لما بفحص تحت العين وبص على الهالات السودة ألاقي عندها دوالي عنكبوتية، أو ممكن ملاقيش. فأنا عشان أبقى واضح أكتر، الهالات السودة تحت العين أذابها كتير زي ما قلنا، خلينا نقسمها بشكل أفضل شوية، مشاكل عضوية جاية من جسمي أنا نفسه، ومشاكل موضعية جاية من المكان اللي تحت العين. طيب إيه المشاكل العضوية اللي ممكن تعمل لي هالات سودة تحت العين؟ الأنيميا، مشاكل الغدة الدرقية، مشاكل نقص الزنك، مشاكل نقص الفيتامينز أو نقص النيوتريشن وفيتامين دي، مشاكل موجودة في الكبد أو في وظائف الكبد، أو في القلب ووظائف القلب، أو الرئة ووظائف الرئة. الناس اللي عندهم أزمة بيكون أزمة ربوية أو أزمة رئة، بيكون ساعات عندهم زي غمقان بسيط تحت العين من كتر الكحة أو النفس الصعب اللي بياخدوه. يعني في الآخر أنا لازم بعمل تحاليل كاملة عشان أعرف المشكلة العضوية الداخلية جوه الجسم. المشاكل الموضوعية بنبص عليها بعينينا، ممكن نلاقي إيه؟ زي ما قلنا دلوقتي، ممكن نلاقي خيوط خضرة بسيطة أو دوالي عنكبوتية موجودة تحت العين، وكانت الصورة موضحة قوي قبل وبعد، إزاي إن هي مدية زي ضلة أو زي لون أخضر أو زي غمقان تحت المكان.
الحاجه الثانيه ممكن الاقيها الاقي فراغ تحت العين، وده اللي معظم الاطباء التجميل معانا وزمايلنا بيعملوا له حق فيلر تحت العين. العين بتنور لما بحقن فيلر تحت العين، العين بتنور بتحسن قوي الشكل ويتحسن المنظر وتبقى ايه شكلها طبيعي. ممكن ايه تاني؟ ممكن الجلد نفسه غامق، في تصبغات او غامق، ساعتها بعمل تقشير او بيلينج للمكان ده او بحسنه. او ممكن استعمل بعض الكريمات التفتيح اللي ممكن تنفع تحت العين. عشان كده الكشف مهم قوي، عشان انا بتسأل السؤال ده كل مره، انا استعملت الكريم الفلاني والفلاني 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 والهالات يا دكتور ما راحتش، انا بنام كويس، انا عملت كمادات شاي، انا عملت كمادات الخيار بالزبادي، انا عملت كل المواصفات اللي ممكنه والغير ممكنه اللي على الجروبس وبرده ما بتروحش. بقول لها لازم كشف طبي ولازم تحاليل، لان انت نفذتي جزء واحد بس من بروتوكول العلاج اللي ممكن ما تكونيش اصلا محتاجيه او محتاجاه، ممكن اصلا يكون ده انت مش محتاجه الجزء ده من البروتوكول، فانت بتنفذي واحد من ضمن 5 6 حاجات ممكن تتعمل. فبالتالي وتقولك انا حقنت فيلر ما حصلش تحسن، بص عليها تلاقي ايه؟ كان في دوالي عنكبوتيه. يبقى مش الفيلر بس او الفراغ هو المسؤول عن الهالات السوداء، لا كمان حضرتك محتاجه مع الفيلر تعملي بالليزر الاورده العنكبوتيه البسيطه تحت العين اللي هتنور. هنا دي فكره قد ايه ان انت بالكشف او ان انت تتكلم مع العيان بتاعك، تعرف عاداته، تعمل التحاليل، تشرح له اكتر المشكله اللي بيعاني منها ايه، عشان توصل معاه للعلاج المظبوط او الحل المظبوط. عشان كده انا عايز اوصل رساله، انا مش بقول ان كل الناس اللي عندهم هالات سودة معناها ان عندهم دوالي عنكبوتيه تحت العين او عندهم اورده خضراء تحت العين، عشان الكلام يتفهم صح، دي مهم قوي وعايز اوضحها. لا، انا بقول لو حضرتك عندك هالات سودة ممكن ده يكون احد الاسباب، وممكن ما يكونش هو السبب الرئيسي، ممكن يكون بيمثل 30-40% من المشكله، وباقي المشكله هي نقص الحديد انيميا، باقي المشكله عندك فراغ محتاجه تحقني فيلر، باقي المشكله عندك غمقان كمان على الجلد السطحي محتاجه تعملي تقشير او تستعملي كريمات تفتيح. يبقى الرساله تكون واضحه، مش كل الناس اللي عندهم هالات سودة الدوالي بس هي السبب، ممكن تكون هي بس سبب وممكن تكون معاها اسباب اخرى. فدايما اخد بالاسباب، دايما اسال مظبوط، اسال طبيب متخصص فاهم، عشان في الاخر لما اعالج اعالج مظبوط، لما اوصل للعلاج الصح اوصل له بطريقه علميه صحيحه مبسطه بامان وفعاليه، واكون بستخدم الاجراء الصحيح المناسب للمشكله بتاعتي، علشان ما افضلش استعمل وصفات واستخدم كريمات بدون نتيجه فعاله، وارجع اقول انا استخدمت 1 2 و3 و4 وفي الاخر برضو انا مفيش اي استجابه. يبقى انا هقول ايه؟ هقول ان انا محتاج اسال الطبيب المتخصص بتاعي، محتاج ان انا اخد باسباب العلم وامشي مظبوط مع الحاجه، اشخصها صح، اخد خطواتها صح، عشان في الاخر اخد نتيجه فعاله بمنتهى الامان والفاعليه، وما يكونش لها اي اضرار جانبية خالص، وتكون آمنة جدا. أنا كنت سعيد إني كنت معاكم، كنت سعيد قوي إن أنا وضحت الصورة أو الفكرة معاكم، قدرت أشرح ببساطة إيه هي الدوالي العنكبوتية، الأماكن بتاعتها، المشاكل بتاعتها، الحل السهل اللي عندنا اللي بينا بنعمله في عياداتنا بسهولة، بس محتاج مهارة طبيب، وبقى الموضوع سهل جدا وممكن الناس كلها تتخلص منها وتعيش في سعادة وهناء. بعد ما خلصنا وشرحنا كل مشاكل وأسباب الدوالي العنكبوتية، هنكمل معاكم فقراتنا الجميلة في برنامجنا The Doctors.